ملي جات الصلاة بوحدها هذا اللفظ 67 مرة، يعيشوا معاك 67 مرة، ويقول لي الله تعالى بحث على هذا السر هذا. شوف شوف شحال تفرضت الصلاة اللي في إسراء المعراج، هي تفرضت في السماء السابعة بحضرة الله عز وجل. شحال تفرضت؟ شحال؟ خمسة مضروبة في عشرة، شحال؟ تفرضت 50 صلاة. لكن الله تعالى لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يمر على موسى في صحبة جبريل عليه السلام يقول لا، بنو إسرائيل فرض عليهم الله أقل من هذا، والأمة ديالك يعني غتجي ضعيفة في آخر زمان، فاسأل الله تعالى التخفيف. فكان ينظر إلى جبريل كأنه يلمس خلق، نعم نعم، ثم يعودون مرة أخرى فخففها الله تعالى، ولكن ما تبدل والو. الله زادنا في الأجر وبقات 50 صلاة. قولوا سبحان الله، خفض في عدد الركعات بقات 5 صلوات. إذا حسب العشرة التاليه كان ضربوا 5 في 10 شحال عطينا؟ 50. شحال هاد 5 صلوات من الركعة؟ إوا كيفاش نفهموا الخيول ونفهموا اللعابة ونفهموا كل شيء؟ والصلاة كتصلوا 5 مرات وكتصلوا 17 ركعة وما عرفناش 17 ركعة. الأجر في الصلاة 50 ونزيد 17 ركعة يعني شحال؟ هي 67 هي في الصلاة مفروضة في القرآن الكريم. كلام عجيب، كلام يزيد فينا إيمان قوي، ماشي هي الكلام مجرد كلام. من 190 كما قلنا يعني لفظ السماوات لما تقرأت بسمعة كاين عسرة. فمثلا بالنسبة لرمضان الله تعالى قال إنا نزلناه في ليلة مباركة شهر رمضان، شهر رمضان الذي نزل في القرآن، نعم مقرون بالقرآن الكريم. ثم نزل الله تعالى في ليلة مباركة إنا كنا مدرين إلى آخره. ثم بين الله تعالى في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. سبحان الله، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر، فسيدنا عبد الله بن عباس كياخذ السورة كلها وكيقول لنا حسبه، إنا أنزلناه في ليلة القدر. حتى الهية يمكن ديك مثلا يعني ديك 27 هي الكلمة 27. سبحان الله، والسورة فيها 30 كلمة قدها ديك الشهر العرب، لأن الشهر العربي ما كيخرجش على 30 يوم أو 29 يوم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، جات هذيك هي حتى مطلع هي كلمة 27. وهذا الكلام مذكور عن سيدنا عبد الله بن عباس. قولوا سبحان الله، فكلام مشي هي يعني تعني 27. ثم باش نعرفوا 27 بالضبط كتجي هذا اللفظ المكرر في سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر وكل لفظ في 9 حروف، نضربوا 7 في 9 شحال؟ هي 27 هي ليلة القدر. سبحان الله، هذا كلام جميل. إذا في القرآن الكريم نقول شيء يعني خص القرآن الكريم يعني يوضع الميزان، وملي كنقول الميزان دخلنا في مسألة الحساب الرياضي. الله تيتكلم معنا من منظومة الرياضية، والسماء رفع من الله ووضع الميزان، نظام الكون. سبحان الله، نظام نهار خلق ما ولو هناك اصطدامات، ولكن الله تعالى حفظ هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان، وحفظ الله كذا، والسماء رفعها ووضع الميزان. فالله تعالى تكلف بحفظ الكون من الفناء ومن الصدمات. شوف مباشرة يشير إلينا نحن فيقول ألا تطغوا في الميزان. هذا الميزان هو ميزان السماوات والأرض، وهو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما اختل هذا الميزان فهو مثل ما يقع في تسلسل الكون. ألا
لا تطعوا في الميزان، مش يتكلم على ميزان الأمر الخضرة، لا لا لا، ميزان الشر، ميزان الشر. إذا الله تعالى كيتكلم عنا بالرؤية ديالك، والله يا إخواني أنا لما تتبعت هذا الأمر لقيت الله تعالى ما كيتكلمش معنا على تفسير الأرقام، ولا كيتكلم معنا بالحساب، بيت الحساب والله يتكلم معنا به، سبحان الله. إذا نختلف الكلام، نقول فلان تكلم باسم فلان وهذا تكلم باسم هذا، هذه مسألة فيها اختلاف، هذه لكن اللي كيتكلم في مسألة الرياضيات هل يختلف مع حتى مع الكافر؟ لا، ما يختلفش مع الكافر. الكافر ما يختلف مع المؤمن بالنسبة للمنطقة الرياضية، لكن عندما نتكلم بكلام نقول هذا الإنسان تكلم بك، هذا عنده خطأ وهذا عنده صواب، لكن الكلام الرياضي لا فيه خطأ، فيش خطأ. هل الله تعالى يخاطبنا بهذا الشكل؟ والله في القرآن الكريم كلمة ميزان 24 مرة وردت في القرآن الكريم، في 14 سورة جاءت في العذاب المسبب.